السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا يقول: أنا عمري 18 سنة وأريد الزواج، ولكن والدتي ترفض الزواج ووالدي يشجعني، فماذا أفعل؟ هذا يرجع إلى حالتك أنت. إذا كنت تخاف على نفسك من الحرام، تخاف على نفسك، فإنه يجب عليك الزواج، يجب عليك الزواج ولو عارض من عارض من والديك. أما إذا كنت ما تخاف على نفسك فالأحسن أن تتفاهم مع والديك وتقنع والديك ثم تتزوج. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.